أكثر من 300 طالب وطالبة من طلاب معهد النور الجامعي الناجحين في الامتحانات الرسمية تم تكريمهم في مهرجان حاشد أقيم في باحة قلعة شقيف الأثرية في حضور فعاليات سياسية وتربوية واجتماعية وبلدية وحشد من الأهالي والطلاب. الاحتفال التكريمي رعاه المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي حث هؤلاء الطلاب على متابعة مسيرتهم العلمية، ثم تطرق إلى شؤون وطنية مشددا على دور المقاومة ورفض أي تعامل مع العدو. واستطعنا أن نميز بحق بين العميل وبين الوطني الشريف، ومعكم اليوم نؤكد أننا متمسكون بالقيم التي جعلتنا رواداً على مستوى الوطن والعالم، مدافعين عن حقوق الإنسان، عن حقوق إنسان هذا الوطن في الحرية والسيادة والاستقلال الحقيقي. رفضنا أي شكل من أشكال التعاون والتعامل، وإمامنا قال أن إسرائيل شر مطلق. النائب خليل لاحظ الكثير من قلة المسؤولية في متابعة موضوع تشكيل الحكومة. إننا اليوم أمام تحدي كبير، وهو الضغط باتجاه تشكيل هذه الحكومة، والأهم أن نخلق المناخات الملائمة حوارا وتواصلا وتعاطي مسؤول من أجل أن نصل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن ننجز هذا الاستحقاق بوقته الدستوري، لننتقل إلى مرحلة أخرى على علامات وثوابت هذا الوطن، ونبدأ معه في تطبيق عملي فعلي لما تبقى من اتفاق الطائف. علينا أن ننتبه كثيرا من الكلام على كثير من الكلام الذي يدور على مؤتمر تأسيسي أو مؤتمرات حوار أو غيرها. نحن نريد أن ندخل في استحقاق رئاسة الجمهورية، وبعده أولى المهمات أن يوضع برنامج لاستكمال ما تبقى من اتفاق الطائف. نحن كما كان دولة الرئيس نبيه بري منذ اليوم الأول حريصا على أن نصل في هذا الموضوع، في موضوع ترسيم الحدود، إلى تأكيد حقنا الكامل، حيث أصبح شعاره لن نتخلى عن كوب ماء هو شعار برمزيته يدل على تمسكنا بحقنا الوطني السيادي، والذي نعمل ونتطلع ونعتقد أننا سنصل إليه في أقرب وقت ممكن. وكانت كلمة لمدير معهد النور الجامعي محمد ترحيني، وأخرى للطالبة آية صفاوي باسم الطلاب المكرمين. كانت المهمة هذا العام مختلفة عن كل ما سبق، كانت أكثر استحالة من سهلنا الممتنع الذي اعتدناه، ولكننا صممنا على خوض التحدي. لن نأبه لحالة النقل الخانقة، ولوضع اقتصادي صعب، وصحي متردد، وسياسي مضطرب، وكنا معكم لحظة بلحظة كما عرفتمونا وعودناكم. بأساتذتنا الذين ضحوا وبذلوا من وقتهم وراحتهم ليبلغوا أسمى مراتب رسالتهم. الاحتفال تخللته فقرة كوميدية وأناشيد. وفي الختام توزيع دروع تقديرية وشهادات للطلاب المكرمين. هذا وقدم الاحتفال الإعلامي علي عطوي.